السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم القسمة على عدد من مرتبة واحدة، رياضيات الصف الرابع ابتدائي. إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم القسمة بالتفصيل حتى يصير عندكم أساس قوي في موضوع القسمة، يفيدكم إن شاء الله بالسنوات القادمة الخامس والسادس ما تواجهون مشكلة ويا القسمة. القسمة على عدد من مرتبة واحدة، هذا المخطط هو مخطط القسمة الطويلة. هنا راح يكون المقسوم وهنا المقسوم عليه، المقسوم والمقسوم عليه. هنا راح يكون ناتج القسمة راح يكون في هذا المكان. هنا راح تكون عملية ضرب، يعني راح أضرب هنا الناتج القسمة من المقسوم عليه، وهنا راح تكون عملية طرح. هنا ناتج الطرح هو الباقي، هنا عندنا الباقي، باقي من القسمة. صار واضح هذا المخطط؟ هنا عندنا المقسوم والمقسوم عليه، وهنا عندنا ناتج القسمة، وهنا عندنا الباقي. هنا راح تكون عملية ضرب، وهنا راح تكون عملية طرح. عندنا هذين الملاحظتين لازم نعرفهم، ان المقسوم اللي هو هنا يكون لازم يكون اكبر من المقسوم عليه، يعني هذا المقسوم لازم يكون اكبر من المقسوم عليه، وهذا طبعا راح يفيدنا من نحل المسألة حتى نعرف انه المقسوم والمقسوم عليه، المقسوم هو دائما يكون العدد الاكبر، المقسوم اكبر من المقسوم عليه. هذه اول شيء. من يطلب من عندي التحقق من صحة الحل القسمة، شلون اطلع التحقق؟ ناتج القسمة، من بعد ما اني طلعت ناتج القسمة، هذا ناتج القسمة اضربه بالمقسوم عليه، ناتج القسمة في المقسوم عليه، يعني هذا ناتج القسمة من وراء ما خلصت وقسمت، هذا ناتج القسمة أضربه بالمقسوم عليه، زائد الباقي إن وجد، زائد الباقي إن وجد، يا أما بالقسمة يا أما يكون باقي، يا أما لا ما يكون باقي، يكون صفر. فهذه المعادلة ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي إن وجد لازم يساوي المقسوم، إذا ساوى المقسوم معناها حل صحيح. يعني هذا ناتج القسمة أضربه بالمقسوم عليه زائد الباقي لازم يكون مساوي لهذا المقسوم اللي موجود هنا، إذا مساوي له معناته حل القسمة صحيح. صار واضح؟ هذه الأساسيات لازم نعرفها في حل القسمة الطويلة. هسه نجي نحل الأمثلة. 48 تقسيم 4، هنا عندنا هذه القسمة قسمة قصيرة وهذه قسمة طويلة، اثنيناتهم نفس الشيء، يعني 48 تقسيم 4 إذا يجينا بهذا الشكل وإذا يجينا بهذا الشكل نفس الشيء، 48 تقسيم 4 هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه، وقلت لكم المقسوم هو يكون أكبر من المقسوم عليه. هسه نبدأ نحل، نقول 48 تقسيم 4، هنا عندنا مرتبة واحدة، وهذا المقصود من القسمة على عدد من مرتبة واحدة، يعني على هذا العدد، هذا العدد من مرتبة واحدة بس. هنا أخذ الآحاد من عند اللي هو الأربعة، أخذ الآحاد، لأن شنو هنا عندنا مرتبة واحدة، هنا أخذ مرتبة واحدة، أقول هنا أربعة كم مرة بيها أربعة؟ أربعة كم مرة بيها أربعة؟ بيها واحد. هسه شو اسوي هنا؟ شو تكون العملية؟ عملية ضرب، أقول واحد في أربعة أربعة. صار واضح؟ هسه أخذ أول مرتبة منها أول مرتبة، أقول أربعة كم مرة بيها أربعة؟ بيها واحد، واحد في أربعة أربعة. هنا من أضرب لازم هنا عندنا العدد يكون يا أما مساوي للعدد اللي فوقه أو أصغر من عنده. صار واضح؟ هسه شو نسوي؟ عملية طرح، راح نطرح هذين الأعداد، أقول أربعة ناقص أربعة إيش قد؟ صفر. خلصنا من هذه المرتبة، وصلنا لهذه المرتبة ثمانية، أنزل هذه الثمانية، أنزلها. هسه أقول ثمانية كم مرة بيها أربعة؟ يعني يا عدد اللي أضربه بالأربعة ينطيني يا أما ثمانية أو أقل من ثمانية، ما يصير أكبر من ثمانية. هنا نقول ثمانية كم مرة بيها أربعة؟ بيها اثنين. هسه أقول اثنين
في 4 شقد 8. هسه هنا عملية طرح، 8 ناقص 8 شقد 0، وهنا عندنا هذا الصفر ينزل، إذا الباقي شقد؟ هنا عندنا الباقي صفر، وناتج القسمة شقد؟ 12. ناتج هنا عندنا ناتج القسمة هو 12. أريد أتحقق من صحة حلي، ناتج القسمة اللي هو 12 في المقسوم عليه اللي هو 4 زائد الباقي إن وجد، هنا أنا ما عندي باقي، الباقي صفر. إذن من أتحقق لازم ناتج القسمة في المقسوم عليه لازم يساوي المقسوم، يعني من أضرب الناتج اللي هو 12 في المقسوم عليه اللي هو 4 لازم يطلع لي 48، لازم يطلع لي مساوي إلى المقسوم. هنا نقول 12 في 4، 4 في 2 8، 4 في 1 4، ايش قد طلع لي هنا؟ 48 مساوي الى المقسوم اللي هو 48. اذا هل صحيح؟ صار واضح؟ هذا هنا عندنا التحقق، تحقق ضربت الناتج القسمي في المقسوم عليه، ما عندي باقي لان الباقي صفر فما احتاج ازود الباقي، 12 في 4 يساوي 48، طلع مساوي الى المقسوم اللي هو 48. هذا هو حل القسمة. هسه راح نحل التمارين راح تتوضح اكثر. هنا عندنا فقرة اتأكد، اجد ناتج القسمة واتحقق من الناتج، هنا مطلوب من عندي التحقق. 96 تقسيم 3، هنا راح اسويها قسمة طويلة. هنا راح نحل فقرة اتأكد، 96 تقسيم 3، هنا عندي 3 عدد من مرتبة واحدة، اخذ هنا من مرتبة واحدة، اخذ هذه المرتبة، ما اخذ المرتبة منها، لا اخذ هذه المرتبة اللي هي 9. هنا اقول 9 كم مرة بيها 3، يعني عدد اللي اضربه ب3 يطلع لي اما 9 او اقل من 9، ما يصير اكبر من 9. هنا راح اقول ارجع جدول الضرب، راح اقول 3 3، ليش؟ لان 3 في 3 شقد 9. هسه راح اضرب هنا عملية ضرب، أقول 3 في 3 إيش قد 9، أخليها جوا هاي 9، جوا هاي 9 اللي أخذتها. هسه راح أطرح، أقول 9 ناقص 9 إيش قد 0. هسه وصلنا لهاي المرتبة، أنزلها لستة، أنزلها، أقول 6 كم مرة بيها 3، يعني يا عدد اللي أضربه ب3 يطلع لي أما 6 أو أقل من 6، راح أقول هنا 2، لأن 2 في 3 إشقد 6. هسه أطرح، 6 ناقص 6 إشقد 0، وهذا الصفر ينزل، إذن هنا الباقي إشقد طلع لي؟ الباقي صفر، الباقي صفر، والناتج هو 32، هذا الناتج. هسه أريد أتحقق، هنا عندنا التحقق، التحقق الناتج في المقسوم عليه زائد الباقي إن وجد، هنا ما عندي باقي، فهنا راح أضرب أقول 32 في 3 لازم يطلع لي 96، لازم يساوي إلى المقسوم. هنا أنا أقول 32 في 3 لازم يكون الناتج إيش قد؟ 96. 3 في 2 6، 3 في 3 9، 96. إذا الحل صحيح. هسه صار واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنا عندنا 685 تقسيم 2، أسويها قسمة طويلة، 685 تقسيم 2، عندنا هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه. هنا أنا أخذ أول مرتبة اللي هي 6، هسه أقول هنا عندنا 6 كم مرة بيها 2، يا عدد اللي أضربه بالثنين يطلع لي أما 6 أو أقل من 6، هنا راح أقول 3. هسه راح اضرب هنا عملية ضرب، 3 في 2 ايش قد؟ 6، اخليها جوا هاي المرتبة اللي اخذتها. هسه اطرح، اقول 6 ناقص 6 ايش قد؟ 0. هسه شو اسوي؟ انزل 8، انزلها هنا. هذا السهم ما مطلوب من عندكم تسوونه، بس انا للتوضيح حتى اقول لكم انه هذه نزلت هنا 8، هاي نزلتها هنا.
هسه اقول 8 كم مره بيها 2، يا عدد اللي اضربه بالثنين يطلع لي اما 8 او اقل من 8، راح اقول هنا انا 4، لان 4 في 8 عفوا 4 في 2 ايش قد 8. هسه اطرح 8 ناقص 8 0، وهذا الصفر ينزل. هسه انزل الخمسة، انزل الخمسة. هسه اقول 5 كم مره بيها 2، يا عدد اللي اضربه بالثنين يطلع لي اما 5 او اقل من الخمسة، هنا راح اقول 2. 2 في 2 4، هنا شنو طلع لي؟ طلع لي اقل من الخمسة، يعني هنا لازم يطلع لي اما 5 من نضرب او اقل من الخمسة، ما يصير يصير اكثر من الخمسة، ما يصير هنا أنا اقول 3، اكتب 3، 3 في 2 يساوي 6، 6 اكبر من الخمسة، ما يصير، يا اما مساوي له او اقل من عنده. هسه راح اطرح، لان هنا راح تكون عملية طرح عندي، 5 ناقص 4 ايش قد 1، هنا عندنا هذا الصفر ينزل وهذا الصفر ينزل، اذا هنا الباقي ايش قد طلع لي؟ الباقي 1، الباقي هو 1. هذين الصفرين الثنين ما عليهم قيمة، الباقي ايش قد؟ 1. هسه اريد اتحقق من صحة الحل، هنا عندنا التحقق، التحقق الناتج في المقسوم عليه زائد الباقي، لان هنا عندي باقي. هسه اقول 342 في 2 الناتج في المقسوم عليه، راح اطلع هنا الناتج الضرب، 2 في 2 4، 2 في 4 8، 2 في 3 6، زائد ما انسى الباقي، زائد 1، 4 زائد 1 5، هاي 8 تنزل والستة تنزل، هنا طلع لي هذا العدد 685 مساوي الى المقسوم اللي هو 685، اذا حلي صحيح. اذا هذا العدد ما طلع مساوي له معناتها القسمه خطا، بها خطا، بس ما دام انه هو طلع مساوي للمقسوم اللي هو 685 وهنا 685، اذا حلي صحيح، بالتحقق حلي صحيح. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة 642 تقسيم 3، هنا راح نحل النقطة الثالثة 642 تقسيم 3. هنا أنا أخذ أول مرتبة اللي هي الستة، أقول 6 كم مرة بيها 3، يا عدد اللي أضربه بثلاثة يعطيني أما 6 أو أقل من الستة، هنا راح أقول 2. هسه أضرب اقول 2 في 3 ايش قد 6، اخليها جوا هاي المرتبه، جوا هاي المرتبه. هسه اطرح اقول 6 ناقص 6 ايش قد 0. هسه راح انزل هذه الاربع، راح انزلها 4، اقول 4 كم مره بيها 3، يا عدد اللي اضربه ب 3 يعطيني اما 4 او اقل من الاربعة، راح اقول 1. 4 كم مره بيها 3؟ بيها 1، 1 في 3 ايش قد 3، هنا طلع لي أقل من الأربعة، لازم يكون يا أما أربعة أو أقل من الأربعة، ما يصير يعني أكبر من الأربعة. ليش؟ لأن هنا راح أطرح أنا أقول 4 ناقص 3 بها 1. هسه إيش قد هنا طلع لي الناتج؟ العفو الباقي، الباقي 1. هسه شنو عندي؟ عندي هذه المرتبة اللي هي الثنين، أنزلها، أنزل الثنين. إيش قد صار هنا؟ صار 12، هذا 12 آخذ العدد كله اقول هنا 12 كم مره بيها 3، يا عدد اللي اضربه ب 3 يعطيني 12 او اقل من 12، راح اقول 4. 4 4 في 3 ايش قد؟ 12. هسه اطرح 2 ناقص 2 0، 1 ناقص 1 0، اذا الباقي ايش قد؟ الباقي 0، الباقي هنا 0، والناتج، الناتج 214. هسه راح اتحقق، هنا عندنا التحقق، اضرب الناتج في المقسوم عليه، هنا ما عندي باقي، لازم اضرب الناتج في المقسوم عليه، لازم يكون يساوي 642، لازم يساوي المقسوم. اقول هنا 214 في 3، 3 في 4 12، هنا اخلي 2 و1 اعادة تسمية، 3 في 1 3 و1 4، 3 في 2 6، هنا طلع لي الناتج 642،
مساوي إلى المقسوم اللي هو 642، إذن حل صحيح. هذا حل النقطة الثالثة. هنا أنا عندي النقطة الرابعة 938 تقسيم 7. هنا أنا آخذ أول مرتبة اللي هي 9، أقول 9 كم مرة بيها 7؟ بيها 1. هسه أضرب أقول 1 في 7 7، أخليها جوا 9. هسه أطرح أقول 9 ناقص 7 إيش قد؟ 2. هسه راح أنزل 3، صارت إيش قد؟ صارت 23. هسه أقول 23 كم مرة بيها 7؟ يا عدد اللي أضربه بالسبعة ينطيني يا أما 23 أو أقل من 23. هنا راح أقول 3، ليش؟ لأن 3 في 7 إيش قد؟ 21، أقل من 23، 21 هو أقل من 23. هسه أطرح أقول 3 ناقص 1 إيش قد؟ 2، 2 ناقص 2 0. هسه إيش قد هنا طلع ال 2؟ هسه راح أنزل ل 8 أنزل ل 8. هسه أقول 28، أنا عندي العدد 28، 28 كم مرة بيها 7؟ يا عدد اللي أضربه بالسبعة ينطيني أما 28 أو أقل من 28. هنا راح أقول 4، لأن 4 في 7 إيش قد؟ 28. هسه أطرح 8 ناقص 8 0، 2 ناقص 2 0، إذن الباقي هو 0 والناتج 134. هسه أتحقق التحقق. هنا عندنا 134 في اللي هو الناتج في المقسوم عليه اللي هو 7، لازم يساوي للمقسوم. هنا نقول 4 العفو 7 في 4 28، 8 و2 إعادة تسمية، 7 في 3 21 و2 23، 3 و2 إعادة تسمية، 7 في 1 7 و2 9، 938 مساوي للمقسوم اللي هو 938، إذن حل صحيح. هنا عندنا النقطة الخامسة 200 تقسيم 5. هنا أنا أخذ أول مرتبة اللي هي 2، أقول 2 كم مرة بيها 5؟ ما بيها، فبهاي الحالة راح أخذ مرتبتين. انتبهوا لي على هذه الخطوات. أقول 2 كم مرة بيها 5؟ ما بيها، 2 أقل من 5، فأخذ هنا أنا مرتبتين. أقول 20 كم مرة بيها 5؟ يا عدد اللي أضربه بالخمسة ينطيني أما 20 أو أقل من 20، راح أقول 4، 4. هسه راح أضرب أقول 4 في 5 إيش قد؟ 20. هسه أطرح هنا أقول 0 ناقص 0 0، 2 ناقص 2 0، صار واضح؟ هنا أنا أخذت أنا هاي العشرين، بقى إيش قد عندي؟ بقى عندي بس هذا الصفر، هذا الصفر راح أنزل هذا الصفر. أقول هنا أنا الصفر كم مرة بيها 5؟ ما بيها، في هذه الحالة راح أصعد اللي فوق، راح أصعد اللي فوق، ليش؟ لأن هذا هنا عندنا مو باقي، هذا الصفر مو باقي، هذا الصفر جبته من المقسوم عليه. إذا أجيب العدد من المقسوم عليه ويطلع أصغر من المقسوم، في هذه الحالة راح أصعد صفر. صار واضح؟ هذا هنا عندنا هذا الصفر هو مقسوم عليه، مو باقي من الطرح، هذا الباقي من الطرح ما له علاقة به، بس هذا عندنا الصفر نزل. وأقول صفر كم مرة بيها 5؟ ما بيها، في هذه الحالة الصفر هذا اللي نزلته أصعد رأسا للناتج، راح يكون هنا الناتج 40. صار واضح؟ هسه أرد أتحقق من صحة الحل، أضرب الناتج في المقسوم عليه لازم يطلع لي 200. هنا عندنا التحقق، أقول هنا 40 في 5، 5 في 0 0، أي عدد أضربه بالصفر الناتج يكون 0، 5 في 4 20. إذن هنا نشقد طلع الناتج 200 مساوي إلى المقسوم هو 200، إذن حل صحيح. هذه حل النقطة الخامسة. عندنا النقطة السادسة 4800 تقسيم 3. هنا نقول النقطة السادسة 4800 تقسيم 3. هنا أخذ أول مرتبة اللي هي الأربعة، أقول 4 كم مرة بيها 3؟ بيها 1. هسه أضرب أقول 1 في 3 إيش قد؟ 3. هسه أنقص أقول 4 ناقص 3 إيش قد؟ 1. أنزل لثمانية
ايش قد صار؟ صار 18 كم مربيه 3، يا عدد اللي اضربه بثلاثة يعطيني اما 18 او اقل من 18. هنا راح اقول 6 في 3 ايش قد؟ 18. هنا راح اطرح 8 ناقص 8 0، 1 ناقص 1 0. هسه راح انزل هذا الصفر، هذه الصفر انزله، هذا عندنا الصفر، هذا شنو؟ المقسوم، هذا نزلته من المقسوم. اقول صفر كم مره بي 3؟ ما بيها، فراح اصعده، راح اصعده. هسه اقول صفر في 3، اي عدد اضربه بالصفر الناتج راح يكون صفر، فهنا راح يكون صفر في 3 ايش قد؟ صفر. ونقص راح يكون، راح يكون هنا الباقي، العفو الباقي صفر. هسه راح انزل الصفر الثاني اللي هو مال المقسوم، راح انزله، اقول هنا صفر كم مره بيها 3؟ ما بيها، راح اصعده، اصعده واقول هنا صفر في 3 ايش قد؟ صفر، والباقي هو صفر، الباقي صفر. هنا عندنا الباقي صفر. الناتج ايش قد؟ 1600. يا اما اسوي هذه الخطوات، يا اما راسا هذين الصفرين اللي بقن راسا اصعدهن للناتج، راسا اصعدهن للناتج، راح لان هو الباقي راح يكون صفر في كل الاحوال، فهنا راح يكون الناتج 1600. هسه راح اضرب اقول 1600 في 3 لازم يساوي الى المقسوم. بالتحقق هنا عندنا التحقق، اقول 1600 في 3، 3 في 0 0، 3 في 0 0، 3 في 8 العفو 3 في 6 18، 8 و1 إعادة تسمية، 3 في 1 3 و1 4. إذا هنا عندنا بالتحقق 4800. إذا هنا بالتحقق 4800 مساوي إلى المقسوم 4800. إذا حلي صحيح. النقطة السابعة 5650 تقسيم 5، هنا راح نحلها. هنا آخذ أول مرتبة اللي هي الخمسة، أقول 5 كم مرة بيها 5؟ بيها 1. هسه أضرب أقول 1 في 5 إيش قد؟ 5. هسه راح أطرح 5 ناقص 5 0، أنزل هذه الستة، أقول 6 كم مرة بيها 5؟ يا عدد اللي أضربه بالخمسة ينطيني يا إما 5 أو أقل من الخمسة، راح أقول هنا 1، 1 في 5 5، الخمسة هنا أقل من الستة. هسه راح أطرح أقول 6 ناقص 5 إيش قد؟ 1. هسه راح أنزل الخمسة مرتبة مرتبة، أنزلها هسه راح أنزل الخمسة، إيش قد صار هنا؟ صارت 15. هسه أقول 15 كم مرة بيها 5؟ يا عدد أضربه بالخمسة ينطيني يا أما 15 أو أقل من 15، هنا راح أقول 3، 3 في 5 إيش قد؟ 15. هسه أطرح 15 ناقص 15، هنا عندنا 0 0. هسه وصلنا إلى هذا الصفر، راح أنزل هذا الصفر، أنزله، أقول صفر كم مرة بيها 5؟ ما بيها، راح رأسا أصعده، أصعده. هنا راح يكون الناتج 1130، هذا الناتج هو 1130. هنا عندنا الناتج طلع لنا 1130، والباقي هنا عندنا الباقي صفر، الباقي صفر. هسه أتحقق، بالتحقق راح أضرب هنا عندنا الناتج اللي هو 1130 في المقسوم عليه اللي هو 5، لازم يساوي إلى المقسوم. هنا نقول 5 في 0 0، 5 في 3 15، 5 و1 إعادة تسمية، 5 في 1 5 و1 6، 5 في 1 5، 5650 مساوي إلى المقسوم عليه المقسوم اللي هو 5650. إذن حلي صحيح. نقطة ثمانية 3060 تقسيم 6، هنا أنا أخذ أول مرتبة اللي هي 3، 3 كم مرة بيها 6؟ ما بيها، 3 أصغر من 6، فأخذ مرتبتين، هنا أنا أخذ 30، أقول 30 كم مرة بيها 6؟ بيها هنا أنا 5، 5، هسه أقول 5، هسه أطرح، هنا أنا 0 ناقص 0 0، 3 ناقص 3 0، هسه راح أنزل الستة، أنزل الستة. هسه أقول 6 كم مرة بيها 6؟ بيها 1، 1 في 6 6. هسه أطرح 6 ناقص 6 0، هسه بقى عندي هذا الصفر، راح أنزله، راح أنزله، أقول 0 كم مرة بيها 6؟ ما بيها، رأسا أصعده،
هنا رأسا أصعده أو رأسا أنا بدون ما أنزله، يعني هذا الصفر اللي موجود رأسا أصعده للناتج، وراح يكون الناتج هنا 510 والباقي صفر. هنا عندنا الباقي، الباقي صفر. هسه بالتحقق، بالتحقق راح أضرب الناتج اللي هو 510 في المقسوم عليه اللي هو 6، لازم يساوي للمقسوم. هنا أقول 6 هنا أقول 6 في 0 0، 6 في 1 6، 6 في 5 30. إذن هنا أنا طلع لي بالضرب 3060 مساوي إلى المقسوم اللي هو 3060، إذن حلي صحيح. وصلنا للنقطة التاسعة. هنا عندنا مسألة، قسمت معلمة الرياضة تلاميذ الصف الرابع وعددهم 75 إلى 3 مجموعات متساوية لزيارة حديقة الزوراء، كم تلميذا في كل مجموعة؟ هنا أنا قسمت، يعني أنا راح أقسم. زين، وين المقسوم؟ وين المقسوم عليه؟ المقسوم اللي هو 75، لأن قلت إن المقسوم لازم يكون أكبر من المقسوم عليه، فهذا عندنا المقسوم وهذا المقسوم عليه. هنا نقول 75 تقسيم 3. هنا أنا أقول 7 كم مرة بيها 3؟ بيها 2، 2 في 3 شقد؟ 6. هنا عندنا 6 هي أقل من 7، ما يصير أقول هنا مثلا 3، لأن 3 في 3 شقد؟ 9، والتسعة أكبر من 7، ما يصير، يا أما 7 يا أما أقل من 7، لأن أنا هنا شنو هنا راح أطرح؟ أقول هنا 7 ناقص 6 إيش قد؟ 1. هسه راح أنزل 5 صارت 15، هنا صارت 15. هسه أقول 15 كم مرة بيها 3؟ بيها 5، 5 في 3 إيش قد؟ 15. هسه أطرح 15 ناقص 15 هنا 0 0، الباقي إيش قد؟ الباقي 0، هذا الباقي، والناتج 25. 25 هنا يعني 25 من أضربها في 3 راح يكون مساوي إلى المقسوم عليه اللي هو 75. يعني هنا نقول 25، هنا نقول 25 تلميذا في كل مجموعة، في كل مجموعة. هنا نقول 25 تلميذا في كل مجموعة. استعمل حقائق القسمة لأجل ناتج القسمة. هنا عندي 600 تقسيم 3، هنا عندي منطيني اياها هو 6 تقسيم 3 يساوي 2. هذه عندنا حقيقة قسمة أساسية. حقيقة القسمة الأساسية مثل حقائق الضرب الأساسية. هنا عندنا أقسم الأعداد فقط، أقسم الأعداد فقط، هذه يسمى حقيقة قسمة أساسية، يعني بدون أصفار. هنا عندنا معدنا 600 تقسيم 3، هذه الصفارة ما لنا علاقة بها، أخذ بس الأعداد. هنا عندنا 6 وهنا عندنا 3، أخذهم أقول 6 تقسيم 3 يساوي 2، لأن 3 في 2 إيش قد؟ 6. هذه يسمى حقيقة قسمة أساسية، إنه أنا أقسم بدون أصفار. بعدين هسه هنا راح أستعمل الأنماط، أقول هنا أزيد هنا المرتبة، أزيد هنا أقول 60، 60، 6 زيتها مرتبة راح تصير 60، 60 تقسيم 3 إيش قد؟ هذا الصفر راح أنزله واستعمل هذه الحقيقة، حقيقة القسمة الأساسية اللي هي 6 تقسيم 3 إيش قد؟ 2. إذن 60 تقسيم 3 إيش قد؟ 20. هسه بعد راح أزيد مرتبة اللي هي 600 اللي هي موجودة بالسؤال، اللي هي 600 تقسيم 3، هذين الصفرين راح أنزلهم واستعمل حقيقة هذه القسمة الأساسية اللي هي 6 تقسيم 3 2. إذن هنا عندنا الناتج 200، 600 تقسيم 3 إيش قد؟ 200. صار واضح؟ يسمى حقيقة قسمة أساسية إنه أنا أقسم بدون أصفار وبعدين أضيف صفر صفر إلى أن أوصل للعدد المعطيني إياه بالسؤال. هنا نقول 60 تقسيم 3 يساوي 20، أنزل هذا الصفر وأقول 6 تقسيم 3 اللي هو 2. هسه أقول 600 تقسيم 3، أنزل هذين الصفرين وأقول 6 تقسيم 3 يساوي 2، إذا 600 تقسيم 3 يساوي 200. هنا راح نحل. هنا نقول 1800 تقسيم 9، راح أستعمل أول مرة حقيقة القسمة الأساسية إنه أقسم بدون أصفار، يعني أقول هنا 18 تقسيم 9
بدون أصفار، هذا قسمة أساسية. أقول 18 تقسيم 9، يا عدد اللي أضربه بالتسعة ينطينا 18، راح أقول 2 لأن 9 في 2 18. هسه راح أزيد صفر، راح يصير 180. 180 أقول 180 تقسيم 9، هذا الصفر راح أنزله بالناتج وأقول 18 تقسيم 9 يساوي 2، إذن راح صارت 20. هسه راح أزيد صفرين أقول 1800 تقسيم 9، هذين الصفرين أنزلهم بالناتج وأقول 18 تقسيم 9 يساوي 2، إذن صار 200. صار واضح؟ هذه حقيقة قسمة أساسية، وهذه أنماط أنزل الأصفار وبعدين أستعمل هذه الحقيقة الأساسية اللي هي 18 تقسيم 9، وهنا أقول 18 تقسيم 9. 540 تقسيم 6، هنا أنا راح أقسم حقيقة قسمة أساسية بدون أصفار، أقول 54 تقسيم 6، يا عدد اللي أضربه بالستة ينطيني 54، راح أقول 9. هسه أقول 540 راح أزيد هنا مرتبة زي الصفر، أقول 540 تقسيم 6، هذا الصفر راح أنزله بالناتج وأقول 54 تقسيم 6 9، إذن راح يكون الناتج 90. صار واضح؟ عندنا هنا فقرة تتحدث ما حقيقة القسمة التي أستعملها لإيجاد 350 تقسيم 7. عندنا هنا المنطينية هو 350 تقسيم 7، هنا يا حقيقة قسمة راح أستعملها. الحقيقة القسمة قلنا شنو؟ نقسم بدون أصفار، يعني حقيقة القسمة هي 35 تقسيم 7، هذه هي حقيقة القسمة. هذه حقيقة القسمة الأساسية 35 تقسيم 7، يعني هنا عرفت الصفر بدون أصفار، أقسم بدون أصفار. هسه أقول يا عدد اللي أضربه بالسبعة ينطيني 35، 5 7 في 5 35، هاي حقيقة قسمة، هاي هي حقيقة القسمة، هاي حقيقة القسمة هي اللي راح أستعملها لإيجاد 350. هسه أقول 350 تقسيم 7 ويساوي هذا الصفر راح أنزله بالناتج وأقول 35 تقسيم 7 اللي هي هاي الحقيقة اللي استعملتها أنا، إيش قد 5، إذن هنا إيش قد طلع لي الناتج 50. شلون طلعت هذه 50؟ استعملت هذه الحقيقة الأساسية اللي هي 5، بعدين هذا الصفر نزلته وهذا الناتج راح يكون هو نفسه 5، فيكون هنا الناتج 50. صار واضح؟ وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.